في الجلسه اقعد جنب طبعا استاذ دكتور عمر استاذ دكتور ممدوح، والشرف الاكبر نقدم استاذ الفاضل الدكتور مجاهد بيه ابو المجد اللي هيكلمنا على recommendations for diabetes during رمضان update 2015. اتفضل دكتور هشام. اتفضل دكتور هشام. دكتور مجاهد. ايوه هي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا واخد تهديد شديد اللهجة إن ما زودش عن 10 دقايق، فهلتزم بالوقت. والموضوع ما يعني ممكن أي حد يدخل على النت ويخش على البريتش ميديكال جورنال. في سلايد قبل كده هيجيب المقالة كاملة، لأن المقالة دي ما عاملها جروب اسمه الانترناشنال جروب فور دايابيتس اند رمضان، اللي بشرف ان انا احد الممبرز الموجودين فيه، اسمه IGDR. والمقالة منشورة في البريتش ميديكال جورنال، وده الصورة بتاعها، وانا السكند اوثر اهوت في المقالة. والمقالة دي المقالة رقم 1 في سنة 2015 بالنسبة للبريتش ميديكال جورنال اللي دخلوا على المقالة، واللي عمل سايتيشن واللي عملوا داونلود للمقالة. هي دي أعلى مقالة بالنسبة للبريتش ميديكال جورنال في 2015، وتم ترجمتها للغة العربية بواسطة الـ WHO، وهتتوزع على البيشنت خلال شهر رمضان. عملوا منها فورمة للبيشنت وفورمة للفيزيشن، ومطلوب مننا ان احنا نعمل ابديت 2016 ولو صفحة واحدة، هيعاد نشرها ايضا في البريتش ميديكال جورنال. في حد من اللي موجود في المؤتمر هنا مشارك في البيبر ديت، فاللي هيقول هو مين هنديله جايزة ان شاء الله في اخر المحاضرة. طبعا احنا عشان المحاضرة دي اول مرة قلناها كانت برا مصر وما كانتش في الدول العربية، فبنعرف بالعالم الإسلامي والآيات اللي بتتكلم عن القرآن والعيانين اللي ممكن ما يصوموش، وتو فاست اور نوت تو فاست. نهمشي سريعا في الحاجات دي لأن كلكم عارفينها، وعارفين ان في اكتر من 55 مليون بيبول ويز دايابيتس وورلد وايد فاست ديورينج رمضان. حتى بتوع تايب 1 43% منهم في الابيديار ستادي صاموا رمضان، واكثر من 79% من تايب 2 دايابيتس. الحقيقه الابيديار ستادي كانت معموله في بدايه الالفينيات، وكانت معموله في الوينتر سيزون، وكان اليوم قصير، ومع ذلك طلعت نسبه عاليه جدا من الهايبوغلايسيميا ديورينج رمضان. وللاسف يعني ما عملناش دراسه، وان كان في انجوينج ستادز موجوده دلوقتي على الدايابيتس في فترات النهار الطويله اللي احنا بنصومها بقالنا كام سنه، واعتقد السنه اللي فاتت صمنا اطول يوم في رمضان. لكن الحقيقه الريسك اسوشيتد ويز فاستنج ان بيشنت ويز دايابيتس، الهايبوجلايسيميا لازم يبقى رقم 1، برغم ان احنا بنشوف هايبر جلاسيميك ابيسودز ديورنج رمضان اكتر من الهايبوجلايسيميا اللي احنا بنشوفه، لكن معظم الدينجرز بتيجي من الهايبوجلايسيميا. بدانا نشوف نسبه عاليه من الكيتو اسيدوزيس، سبيشالي الاولاد بتوع تايب 1 اللي بيصوموا رمضان، لان هم بيضطروا يقللوا جرعات الانسولين بشكل كبير، ويقللوا النمبرز اوف انسولين انجكتد بير داي عشان يعرفوا يكملوا الصيام. وفي الكيتو اسيدوزيس، اما الدهيدريشن والثرومبوزيس، والحقيقه في ناس كتير بتشكك ان بيحصل دهيدريشن، لكن في ستادي موجوده من السعوديه بتقول ان في ريتينال فين ثرومبوزيس بيزيد في شهر رمضان، وفي ستادي من عمان شفتها اخيرا برضو على الريتينال فين ثرومبوزيس ديورنج رمضان. وطبعا بعد رمضان لازم نشوف الجلاسيميك كنترول والبودي ويت.
دي الاي بي دي ار ستادي برغم انها كانت في فصول الشتاء لكن كان في 4.7 فولد انكريز في البيشنت وست تايب 1 بالنسبه للهايبوغلايسيميا، وكان في 7.5 فولد ان بيشنت وست تايب 2 دايابيتس. وقالوا ان سيفير هايبوغلايسيميا واز مور فريكوينت ان بيشنت ان هوم زادوجز اند تايمينج اوف اورال هايبوغلايسيميك ايجنت اور انسولين وور نوت ادجاستد. بيشنت هو ريبورتد سيجنيفيكانت تشينج ان زير لايف ستايل، ودي مهمه جدا لان اللايف ستايل بيتغير في شهر رمضان. واحنا كنا بنقول ان السعوديين بيصحوا طول الليل ويناموا طول النهار في شهر رمضان، لكن فوجئت ان ده موجود في مصر برضو، ما عادتش مش يعني خاصه او بيكيولير للخليجيين، لا بقت موجوده في شهر رمضان، فلازم نحط في اعتبارنا التشينج في اللايف ستايل. طبعا الاكسسيف ريدكشن بيزود الابيسودز بتاع الهايبرجلايسيميا زي ما قلنا. الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس برضو ده من الفاكتورز اللي بدانا نشوفها في رمضان. والدهيدريشن، واحنا بنقول الدايابيتيك بيشنت اكزهبت هايبر كواجلابل ستيت، عنده انكريزد في الكروتينج فاكتور، عنده ديكريز في الاندوجينس انتي كواجولانت، وفي امبيرد فايبرينولايسيس، وبالتالي الفسكوستي بتاع البلد بتزيد، وممكن يزيد الهوسبيتاليزيشن. في بعض الاستادز بتقول الهوسبيتاليزيشن بالنسبه للكورونري ارتي ديزيز بتزيد. وبعدين بيقولوا ان في صم ميديكيشن بتسبب الديهيدريشن زي الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر انهبيتور، وواقعها في رمضان ايه؟ لكن من خلال اسبوع واحد ريت ستادي ان الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر في شهر رمضان سيف، ما بتزودش الديهيدريشن. الدراسه دي معموله السنه اللي فاتت على بعض العيانين بس مش في مصر، الدراسه دي معموله بره، لكن اعتقد احنا محتاجين دراسه كبيره عشان نقول هل الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر اللي بتعمل فعلا ديهايدريشن هتبقى كويسه في اشهر الصيام اللي فيها حر وفيها وقت طويل قد يزيد عن 16 ساعه صيام. اعتقد الكلام عاوز وقت كبير. الحقيقه كنا بنعمل بري رمضان اسيسمنت اند ايديوكيشن، واحنا عندنا فيكسد بروجرام معمول، عملوا مجموعة احنا مشتركين فيها، وكان معانا من الابيديميولوجي جاكو توموليتو بتاع الفينيش ستادي، وعملنا بيبر واتنشرت في الاي دي اي، كانت بوستر في الاي دي اي اللي فات على الافكت بتاع البري رمضان اديوكيشن بالبروجرام اللي احنا عاملينه. عاملين بلاند بروجرام، والحقيقة كانت فيه ريزلت كويسة جدا جدا. البروجرام بيشمل السيلف مونيتورينج والنيتروشن والفيزيكال اكتيفيتي وين تو بريك فاستنج والميديكيشن ادجستمنت بنديه قبل رمضان، والحقيقة كان له فيري بوزيتيف ريزلت، وكانت الحاجات منشورة في الاي دي اي كبوستر، وجالنا يعني تعليقات كتيرة عليها جدا، وكانت من الحاجات الكويسة قوي اللي هو ده بنعمله 1 تو 2 مانس بيفور رمضان، وده من اهم الحاجات الحقيقه اللي موجوده في البروجرام. ده احنا مسمينه رمضان فوكست ستراكشرد دايابيتس اديوكيشن، وان شاء الله السنه دي هنعمله اجين. واحنا اخترنا تقريبا 4 سنترز أو 5 سنترز في مصر بجانب الدول الاسلاميه الاخرى، اعتقد هيبقى في اكتر من 100 سنتر موجودين على الدول الاسلاميه، هيطبقوا نفس البروجرام السنه دي، واعتقد هيبقى معانا الدكتور مصباح ان شاء الله في البروجرام اللي موجود ده. طبعا كان في برضه بروجرام معمول للهيلث كير، بنعرفهم برضو ايه اللي ممكن يقولوا للبيشنت بيفور شهر رمضان. السيلف مونيتورنج برضو البروجرام ده بيشمل السيلف مونيتورنج، وازاي نعرف الناس السيلف مونيتورنج وامتى يعملوه والتايمنج اللي هم يعملوا فيه السيلف مونيتورنج، ده مكتوب في البروجرام، واللي يدخل على البيبر هيجده مشروح بالتفصيل. السيلف مونيتورنج اهوت، وكنا بنقول فيه at least 2 hours prior to breaking the fast 3 hours following breaking the fast، يعني ساعتين قبل الافطار وثلاث ساعات بعد الافطار، 3 اورز قبل وجبه السحور، تو مونيتور ذا بري دون ميل اند تريتمنت جيفن ات ذات تايم، افري 2 تو 3 اورز ديورينج ذا فاست فور زوس اون انسولين اند اور سلفونايل يوريا،
Anytime the patient feels there is possibility of hypoglycemia. ده ملخص للي احنا بنعمله بالنسبه للسيلف مونيتورنج او ريكومنديشن اللي احنا حطيناها. ويمكن واحد يقول لي كل ساعتين لثلاث ساعات هعمل تشيك. وفي ناس للاسف الشديد بتعتقد ان التشيك ده بيفطر، وده لا يفطر تماما. سيلف مونيتورنج ونزول الدم البسيط لا يفطر. النيوتريشن طبعا الدايت، كنا in most study 50-60% of individuals who fast maintain their body weight during the months. لكن للأسف لقينا 20-25% بي gain weight، وفي بعضهم lose weight during رمضان. لكن اللي gain weight كانوا أكتر في شهر رمضان نتيجة لكمية الحلويات الكبيرة اللي احنا بناكلها وكده. والنيوتريشن بروجرام يمكن ما بيختلفش كتير عن غير شهر رمضان. بنلجأ للحاجات اللي هي فيها هاي فايبر وبنكترها، وطبق السلطه ده من الحاجات الكويسه جدا اللي ممكن تبقى موجوده في شهر رمضان. الاكسرسايز، وده كلام مهم قوي، النورمال فيزيكال اكتيفيتي مي بي مينتيند. الحقيقه دي صوره على اساس صلاه التراويح، يعني كنا بنقول ان صلاه التراويح مفيده جدا كاكسرسايز بيتعمل ديلي، اهي صلاه التراويح. واحنا الجروب ده بيعمل استادي السنه دي، هتتعمل استادي السنه دي في مصر والسعودية على صلاة التراويح والإفكت بتاعها بالنسبة للكارولي إكسبينشر وقد إيه بيفقدوه نتيجة صلاة التراويح اللي موجودة. لكن الحقيقة القصة صعبة جدا، لأن في مسجد يعني بيصلي صلاة التراويح بآية واحدة، وفي مسجد مثلا ممكن يقرأ ربع في الركعة ويقرأ جزء في اليوم. فصلاة التراويح مختلفة، فحاولنا ان احنا ناخد اذن ونعمل البروجرام ده بالجهاز البادوميتر، نحطه ونشوفه في اللي بيصلوا في الحرمين على اساس ان هم بيصلوا عدد كبير من الركعات، والصلاة تقريبا وقتها مش كويس جدا وهي يعني متوسطة، لا اللي بيطولوا قوي. هما بيخلصوا جزء بس بدل ما بيخلصوه في 8 ركعات بيخلصوه في وقت اطول. فبنحاول ان شاء الله ان احنا نشوف الكلام ده. هو انتو بريك فاستنج الهايبوغلايسيميا لما تبقى اقل من 60 at any time لازم يقلل البلاك جلوكوز اقل من 70 ميلي جرام in the first few hours after the start of the fast, especially if insulin sulfonylurea drugs or meglitinide are taken at pre-dawn. لو ادينا pre-dawn. وبعدين لينا البلاك جلوكوز اقل من 70 ميلي جرام in the first few hours after the start. الصبحية صاحي لقي سكره اقل من 70، ده لازم يفطر ما يكملش. او البلاد جلوكوز اكسيدز 300 سبيشالي في اوقات الحر عشان ما يبقاش فيه بيردن وفيه ديهايدريشن. فاستنج رمضان طبعا له هاي ريسك في تايب 1 دايابيتس، واحنا يعني ذهبنا الى اقصى الحدود في الريكومنديشن وقلنا تايب 1 ما يصوموش. يكون في اصرار شديد جدا في الريكومنديشن، لكن ساعات بيصوموا غصب عننا وبيصوم من ورايا. الريسك بيبقى عالي جدا وبالذات الهايبوغلايسيميا. لكن في عيانين اخرين مفروض ما يصوموش، اللي هم البورلي كنترولد بيشن، ذوس ويز ليميتد اكسس تو ميديكال كير. الهايبوغلايسيميا ان اورنس اخطر عيانين، العيانين اللي عندهم انستيبل جلايسيميا بيحصل ماركت فلكتويشن، اللي عندهم ريكرنت هوسبيتاليزيشن من الهايبوغلايسيميا او الدي كي اي، الانويرنج اور ان ايبل تو مونيتور زير بلاد جلوكوز، دول مفروض ما يصوموش. المانجمنت اوف تايب 1 دايابيتس لو مضطرين، البيزال بوسر بيز ستيل البيزال بولس ريجيمين از ذا بريفيرد بروتوكول اوف مانجمنت سيفر ويز فيور ايبيسودز اوف هايبر اند هايبوغلايسيميا. بياخد شورت اكتنج مع البريدون وشورت اكتنج مع الفطار، وان بتوين بياخد لونج اكتنج زي الجلارجين او الديتيمير. والعيانين دول برضو حصل لهم هايبوغلايسيميا وحصل لهم سيفير هايبوغلايسيميا، لكن العدد كان اقل على عكس العيانين بقى اللي بيعمل كل الانسولين قبل وجبه السحور ما بياخدش خالص، جزء كبير جدا منهم بيدخل في دي كي اي. يمكن دي ريكومنديشن كلنا عارفينها والكلام ده اتكلمنا عليه، وده الجايد لاينز الجديده بتاع الامريكان اسوشيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجي. لكن هنلاحظ فيها بس انها حاطه
بعد الميتفورمين. حتى بعد الميتفورمين زي ما احنا شايفين كده ده الميتفورمين، حتى الجي اللي بيه انالوج ومطولة الخط الاخضر بتاعها شوية، وحتى الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر، وحتى الدي دي بي 4، لكن حتى التيزي ديز باللون الاصفر والسلفونايل يوريا باللون الاصفر على اساس ان هم لهم ريسك الاثنين، لكن الحاجات التانية دي ملهاش ريسك. فهم زي ما احنا ملاحظين كده كل ما طول الخط الاخضر كل ما كان الدواء ده مور سيف. وفي ستاديز كتير على جي ال بي 1 في رمضان. ميتفورمين الحقيقه من الحاجات المفضله في شهر رمضان، لكن وانس هدي ميتفورمين بدي تلتين الدوز، بدي تلتين الدوز مع الفطار وتلت الدوز مع السحور، سبيشالي في الاوقات اللي فيها حر عشان الديهايدريشن واحتماليه ان ممكن يحصل لاكتيك اسيدوزيس، وانها احتماليه ضعيفه جدا. الجليتازون دي ادويه ما بتعملش هايبوجلايسيميا، وسيف انها تتاخد في شهر رمضان، لكن من فضلك لو هتدي جليتازون يبقى لازم تبدا قبل بدايه شعبان تدي الجليتازون، عشان دي بتاخد 1 مانث تقريبا لما تشتغل، مش معقول ابداها في اول شهر رمضان واسيب العيان هايبر جلايسيميك على طول. الالفا جلوكوزيديز انهيبيتور من الادويه الكويسه جدا في شهر رمضان، وزي ما انا قلت في المحاضره اللي فاتت ان الادويه دي ما زالت مستخدمه، وهي الدواء رقم 1 في الصين واليابان وماليزيا.